اليوم إذا بدك توصفي هذه المراحل بحياتك اللي مريتي فيها كامرأة، توصفيها إزاي؟ تقولي عنها إيه؟ كست عاشت كل هالمراحل وشافتهم أمامها. بصي طبعا انا اعتبر ان انا يعني اعتبر بشتغل وانا عندي 12 سنه طبعا فرقه يعني صح من عمر بس طبعا ما فيش ما بنقبضش فلوس ولا اي حاجه، اربع سنين ده تدريب يعني. يعني بحس ان انا اشتغلت بدري دي افاده ليا على فكره، يعني خلتني تكوني شخصيه المسؤوليه لا عندي شخصيه كني راجل، يعني انا راجل وست في نفس الوقت. يعني ليا شخصيه معتمد على نفسي، ما عنديش يعني الدلع والحاجات دي والبتاع، لا عكس اللي يعني بنشوفه ببعض الاعمال اللي لا قدمتيها على الشاشه. زي ايه مثلا؟ لا الاعمال اللي فيها الانثى والدلع ده موضوع تاني خالص. ده ملوش دعوه، ده يعني هرجع حاجه جواك. انا هرجع له هنتكلم في كل بس حاجه، بس انا عاوز اعرف بس الشغل بسن ممكن صغير حلو طبعا، حلو طبعا بتشجعي طبعا، بس بيقولوا بيفقد من عناصر الطفوله، بيخلي تكبر قبل اوانها، ما تعيش مراحل حلوه مثل المراهقه مثل طفولتها بشكل يعني طبيعي. هو فعلا انت بتقولي ده فعلا، انا فعلا الطفوله دي مثلا النادي والحاجات دي طبعا انا ما شفتهاش ما شفتهاش فعلا، بس كنت بلف، كان في حاجات تانية بلف العالم وانا صغيره 14 سنه و15 سنه لما ابتديت انضم للفرقه الكبيره وابتديت 15 16 سنه، فدي يعني حاجات اجمل طبعا من النادي وحاجات كده، ما افتقدتش الحكايه دي لا بالعكس. يعني مريت بكل حاجه. انا بالنسبه لي يعني دلوقتي لما بقعد كده بيني وبين نفسي كده واقعد اقول ياه انا بقالي كتير قوي بشتغل بجد، بقعد اقول بس بتبسط، وبلاقي زي ما انت بتقولي مثلا ليه البنات ما تشتغلش؟ على فكره في كتير قوي بنات، مش لازم في الفن يعني، في بنات في الجامعه بيشتغلوا من اول ما يخشوا اولى جامعه بيشتغل صح بيشتغلوا بتصرف على نفسها بتصرف على نفسها والمحاضرات بتجيلها وبتعملها يعني ما فيهاش اي حاجه. قالت لا انا بشجع يعني الا بعد دراسات معينه صعب يعني، الا يمكن بقصه الجامعه كتار يمكن بيوافقوك الراي، بس الشغل بسن صغير خطر. يعني اذا كان الولد مش مؤهل او ما في مراقبه كفايه او هو مش لاقي التوجيه المناسب ممكن كمان تضيعه هذه المرحله. طبعا ما بصي لازم يكون المناخ مظبوط، لازم يعني ما يبقاش في حاجات عشوائيه لا، يعني لازم ان شاء الله يعني مصر كده رايحه على حته كويسه، هيبقى فيه مؤسسات وفيه نظم. احنا عندنا الجزء بتاع الحاجات الصنايع الدراسه دي دراسه مهمه جدا صح. يعني في بره على فكره مش كلهم بيكملوا الدراسه للاخر، لا بره عندهم بعد الثانويه العامه يعني ياخدوا الدبلومه ويقعدوا سنتين يخش ميكانيكا يخش مش عارفه ايه سباكة، عندهم دبلومه في الصنايع حاجات كتيره جدا، مش مهم يخلصوا، ده نسبه بسيطه جدا بره على فكره بيكملوا دراساتهم على فكره. بس دي ليها قيمتها، حاجات ليها قيمتها يعني عشان يعني احنا بنسد النقص ببعض الوظائف، لانه مش ممكن الكل يكونوا دكاتره ولا محامين، المجتمع بحاجه لكل انواع الوظائف. ليه وكل وظيفه ليها قيمتها، شغل عمره ما كان عيب. بره الواحد ما بيسافر يعني الزباله بتلاقيه لابس الطقم بتاعه وبيجيب الزباله في اكياس وينزلها في العربيه، وبعد الظهر لابس لبسه وقاعد بياكل وبيطلب الاكل وبيشوفه باشا. كل مهنه شغل مش عيب ابدا. انا معاكي برضو في حته ممكن طبعا لو ناس قادرين ان هو ما يشتغلش طبعا الافضل ان هو يكمل دراسته ويشتغل صح طبعا بسن يكون انضج، لكن لو مثلا الظروف لا تسمح او في ظروف ممكن قوي يعني يتعب شويه في بدايه حياته وهيكمل